our honor to introduce Qari Syed Sadaqat Ali, who has come all the way from Pakistan. He is the senior Qari at the Punjab National Assembly, chairman of Surat-ul-Qura International Pakistan. He's pupil of internationally famous Qari Abdul Basit, Abdul Samad, Rahmatullah Alayh. Qari Sadaqat has received many awards, pride of performance from government of Pakistan, and one of the highest award, Sitara Imtiaz, in 2014 for Quranic recitation from government of Pakistan. He travels all over the world, and today, inshallah, he will warm our hearts, enlighten our hearts by reciting Surah Rahman. And in Trinidad, the government of Trinidad runs Surah Rahman on the television, and watching that, thousands of people have come to Islam just listening Surah Rahman from Qari Sadaqat Ali. Qari Sahib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الشمس والقمر بحسبان و
والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين يلتقيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان ويبقى وجه ربك ويبقى وجه ربك ويبقى كل من عليها فان أريك الأعلام
والليل إذا سجى ما
ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله.